متابعي الروداو عربية، مرحبا بكم، أسعد الله أيامكم، كل عام وأنتم بخير. بما أن جولتنا تزامنت مع أيام عيد الأضحى المبارك، ارتئينا أن تكون هاي الحلقة نأخذ بها التهاني ونلتقي بالناس في أكبر بقعة خضراء غرب مدينة أربيل، بارك سامي عبد الرحمن، اللي هي واقعة على 800 دونم من الأراضي الزراعية. هاي الباب طبعا بوابة الموصل. هذا البارك بي تقريبا 8 بوابات، أكثر من 8 بوابات، حديقة خضراء كبيرة مترامية الأطراف مثل ما قلت لكم. متابعي روداو، نصيد الناس الموجودين هنا والعرب الموجودين اللي يرتادون بارك سامي عبد الرحمن، وشفنا شباب وخلنا نقعد يمهم نعزم نفسنا يمهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك عيني؟ هلا حبيبي. من وين عيني؟ من أربيل. أصل محافظتك من وين؟ قوير، ناحية قوير. هاي ناحية قوير. شو أخبارك؟ والله الحمد لله. أسعد الله أيامك وكل عام وأنت بخير. أنت بألف خير. تعال قول لي شلون أجواء العيد بهاي السنة؟ والله ما شاء الله حيل زينة. طيب انت شو توصف العيد وايام العيد، شلون الاجواء؟ والله الحمد لله حلوه العيد، بس السياح العالم تطلع وهاي، بس العيد ما ادري شلون. هو احلى شيء بالعيد هي لمة الناس مع لمة بعضها الناس وطلع. بس اي بس انت تعرف الطريق، وهاي هسه انا اختي صار بالموصل، هاي صار هسه ماكو طريق ما تجي على ابني. اذا ماكو طريق هسه حاليا؟ ايه ماكو. مش عاجب مسدود مسدود هسه. هو حاليا ماكو حظر خاص بكورونا يعني؟ بلا كورونا كثير. بالموصل عندكم؟ هسه عاني بالمطعم اشتغل، هاي قبل نهارين اثنين مصابين كورونا. الله يسلمكم ان شاء الله. الله يسلمك. اسعد الله ايامكم، كل عام وانتم بخير. عرس كل عام وانتم بألف خير. جايين جول انتم هنا سياحه غرب؟ احنا جروب، انا مدرس بالنسبه لي، وهذول طلابي ورا الامتحانات طلعت لهم كسفره ترفيهيه، وهم مناسبه انتهاء الامتحانات ومناسبه العيد. منهم يسولف عربي خليجي وياي؟ عربي، كل يسولفون عربي، كلهم سوريين تقريبا. كلهم سوريين؟ انت تسولفين عربي تحشين؟ اسعد الله ايامك. شكرا. شلونها اجواء العيد؟ كتير حلوة وأكثر من حلوة، ويعني كلنا مبسوطين ومع أستاذنا طبعاً، والشكر له أنه أخذنا جولة ونجحنا إن شاء الله، ورح كل مرتبة من على إن شاء الله. تعالي قولي لي، الدراسة بوقت كورونا هم أثرت على مستوى الطالب، لأن صارت الدراسة أونلاين قسم منها، وقسم من الدراسة لا صارت بالمدرسة. الأونلاين أثر على مستوى الطالب؟ بالنسبة لي لا، إذا في طالبات بس بالنسبة لي لا، وكنت مبسوطة كتير والحمد لله نجحنا، وإن شاء الله مبروك للكل، الكل نجحوا إن شاء الله، ألف ألف مبروك. كلمة بالعيد شو تحب؟ والله إن شاء الله يعمل أمان على إقليم كردستان كله عامة، وإحنا كنازحين مدنا نرجع لمناطقنا. يا رب أمين، ترجعوا لمناطقكم ويعمل الأمن والأمان والسلام والهدوء والاستقرار لكافة العراق وإقليم كردستان. خير أمين على الجميع إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. الله يسلمك. الله يخليك واسعد ايامك ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير. كيف وانت بألف خير، كيف اجواء العيد؟ والله يعني هنا بكردستان باربيل يعني اجواء جدا جميله، والله يديمها علينا وعليكم ان شاء الله يا ربي، ونشوف العالم كلها هنا فرحانه واجواء حلوه، ويعني مستمتعين انه احنا بدنا نطلع للسوق ونشوف هذا الكم الهائل من الناس اللي فرحانه بالعيد وباجواء، والناس تشتري وانا اليوم بدي اشتري عطر. طيب قولي لي شنو امانيتك بالعيد للعراقيين ولاقليم كردستان؟
والله يعني أمانين الكردستان إنه يا رب يديم عليكم هذه النعمة والأمان ويكون إحنا بلد واحد، يعني ماكو فرق بين كردي بين عربي بين تركماني، لا إحنا كنا أخوة وكنا تحت خيمة هذا العراق، إن شاء الله يديمها عليكم. أما بالنسبة إنه للعراق كافة فأكيد إحنا نتمنى إنه يعيش بلدنا بأمان ونخلص من كل المشاكل اللي تواجهنا ونعيش كنا في تحت خيمة هذا البلد ويسعد العراقيين جميعا من الشمال الى الجنوب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك وشكرا لهي الاماني واسعد الله ايامك. كل عام انت بخير. كل عام وانت بخير وكل عام كل الشعب العراقي بخير وخاصه الشعب الكردستاني والكردي كلهم بخير ان شاء الله. امين يا رب. بالمناسبه ممكن عطر؟ تمام يلا حتى رجالي يلا تمام زين. عطرت بالعطر الرجالي وما انغدرت، ممكن خليت عطر نسائي. سولف وياكم شوي. لا انا ما بعرف. ما تعرف عربي؟ لا والله. تعرف عربي؟ ايه بس شويه شويه. اسعد الله ايامك. اهلا وسهلا عيني. كل عام وانت بخير. وانت بخير. اهلا وسهلا عيني ان شاء الله. شلون السوق بالعيد وترت؟ والله ماكو يعني شويه يعني بس عجب دائما كل عيد يصير السوق مزدحم. لا والله ماكو ازدحم يعني قبل سنه بارحه سنه يعني اكو السوق بس هسه ماكو. اي والله ماكو بالكورونا ماكو فلوس. اي والله ماكو يعني ماكو سوق. شكرا جزيلا حبيبي. تسلم قلبي. تابعونا مشاهدينا ولقاءات اخرى خليكم معنا. تابع رودة عربية جولتنا مستمرة وإحنا حاليا في أحد المحلات وضمن جولتنا للعيد وخلينا نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلا بيس. أسعد الله أيامك. تسلم. تعي قولي لي أنت من أربيل لو من وين؟ أنا من محافظة الموصل بس أسكن بأربيل. مقيمة بأربيل. نعم. قولي لي شنو أوضاع العيد بالموصل السنة راحت هاي السنة بالعيد؟ شلون كان الأجواء الموصل؟ استعادت الاحتفالات الخاصة بالعيد ولا لا؟ أجواء كلش حلوة هسه بالموصل بالأخص يعني إنه العوائل فرحانة وخلصت هاي الحرب وكلها. تمام. الأجواء هنا بأربيل بالعيد شلونها؟ كلش حلوة الأجواء مالتهم. يعني أكو وجه تشابه بين العيد بالموصل والعيد هنا لو شو شنو وجه التشابه إذا موجود؟ طبعا هو ماكو فرق بس كل من محافظته يعني شوف أجواء أحلى أجواء العيد وبين الناس و شنو طريقتكم تحتفلون بالموصل يعني طريقة احتفالكم بالعيد؟ التزاور أول شيء أول يوم لو تروحون مكانات خاصة أكلات خاصة تكون بالعيد؟ أول يوم العيد التزاور يعني مثلا نروح البيت أقاربنا ناس تعايد ناس هيك شيء. شكرا جزيلا إذا. العفو. أهلا وسهلا على رأسك. هذا الله أيام. أيامك إن شاء الله. شلون أجواء العيد بالبداية؟ والله حلوة والإقبال الناس هواية على الملابس يعني ازدحام هواية. تمام. يعني رجعت الحركة التجارية للسوق بعد أزمة كورونا لو بعد تحتاج أكثر لو زينة؟ لا لا هسه وضعية أحسن يعني من بعد نهضت شوية من بعد كورونا. تمام. أنت من أربيل لو من وين؟ أنا من الموصل. من الموصل ما شاء الله. شلون أوضاع الموصل؟ والله حلوة أوضاع الموصل. أيضا حركة تجارية عادت للسوق كونش أنت تعملين بالشغل. والله حركة الموصل كلش حلوة يعني تطوراتها مثل تطورات أربيل خاصة المكانات مالها المولات مفتحة الناس إقبالاتها على المولات هواية. شكرا جزيلا. على رأسي هالعيني. الله يامك. انت بخير صحة وسلام ان شاء الله اجمعين علينا وعليكم. شلون اجواء العيد؟ والله الحمد لله ان شاء الله باربيل احلى واحلى وان شاء الله صحة وسلام باربيل والامان. قول لي شلون انت من وين؟ من اربيل ولا من غير مكان؟
أنا من ناحية القوى يعني أتابع الأربيل وأتابع الأربيل طبعاً. ما شاء الله العربية مالتك. أنا عربي. هلا والله نشرف. أنت الشرف على. تعال قل لي أجواء وأذواق العيد من منطقة لمنطقة، من منطقتكم عن أربيل تختلف له نفس الأجواء هي؟ لا طبعاً إحنا نفس الأجواء لأن إحنا اعتبار داخل أربيل يعني إحنا مو خارج أربيل. إحنا الأجواء إحنا كأجواء عربية تختلف عن أجواء الكردية بس إحنا كداخل أربيل نفس الشيء كله. شنو عادة العرب دائماً بالعيد؟ اول صبحية العيد تروح للجار الاقارب لو شنو؟ طبعا طبعا اول من تطلع من الصلاة العيد ترجع للبيت عايد اهلك والصغير يروح عايد الكبير ونفطر كمجموعة نفطر من بيت على بيت نفطر على كبار نعايد الاجواء بطعم الحر. طبعا الحجة وحار هسه طعم نكهة الحر. شكرا جزيلا لك حبيبي. وانت بخير. وانت بخير الله يخليك. اجواء العيد شلون هاب هنا؟ والله اجواء العيد هنا دائما مزدحام يعني لانه من كل محافظات يجون هنا الموصل بغداد البصره كلهم يجون فحل ازدحام. طيب انت من وين يا محافظه؟ انا من الموصل. والله صارك جد هنا؟ انا من زمان هنا تقريبا 10 سنوات هنا يعني. ساكن هنا؟ ايوه انا ساكن هنا. واللي اجواء الموصل بالعيد شلون بالعيد؟ والله اجواء الموصل حتى بالموصل كان يعني ايام كانت حلوه بس هالبروسب هالوقت الموسم شوية ظروفه ما هالقد زينة يعني على الوضع شوية تعبان السوق بس هسه مع ذلك يعني بعد وضع تحرير الموسم صاير زين شوية صاير أحسن. كل عام وانت بخير. وانت بخير جميع إن شاء الله. أسعد الله أيامكم. أيامك. كل عام وأنت بخير. أنت بخير. تحبين العيد؟ إيه. ماكو واحد ما يحب العيد. صدق؟ الله. والله شنو العيد؟ ليش الأطفال يحبونه أكثر شيء؟ والله عيديات وألعاب. بعد. نفس الشيء. نفس الشيء. جيت حصلي عيدية؟ نعم. 10 5 10 عشرات. عشرات 25. أكثر عيدية تتذكرها حصلت عليها جد أكثر عيدية 70 هيك. والله زين أنت 10 ما طول قطية مظلومة. زين قولي لي تبي صف سادس. سادس شلون الدر متاسف. حلو نجحتي هاي السنة؟ إيه نجحت درجة عالية ولا ناصية؟ 95. والله زين سبعية. قولي لي الدراسة الإلكترونية أحسن لو الدراسة الأونلاين الأونلاين لو الحضوري؟ حضوري. حضوري احسن؟ انت شو تقول؟ حضوري والله. تغيرت الدرجات مال الطلاب بالحضوري والاونلاين لما تغير؟ هواي. شلون بالله؟ يعني بالحضوري بالالكتروني اكو هواي غش وهاي يعني بالحضوري ماكو غش هواي قليل جدا. اسعد الله ايامكم كل عام وانتم بخير. انت بخير. حياكم الله. هلا والله. متابعي عروض داو جولتنا مستمرة سنشوف أكو ناس هنا موجودين حبينا نلتقي بهم ونعيدهم ونقولهم أسعد الله أيامكم كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله ينعاد عليكم دائما بالبركة والسرور وكلش زين إن شاء الله. نحن أربيل لها ذكرى حلوة كتير عنا لأول مرة نزور أربيل. صارت من جد بأربيل جايين؟ يعني انبسطنا اولا 6 سنين ما شفت ابني ولدنا كان 6 سنين طلع كان صغير طفل طلع على المانيا لانه احنا من دمشق راح على المانيا بال 2015 اختار يجي على اربيل ونجي نحن من الشام لهون التقينا سوا كان جد ملتقين بيه كان لقاء بالمطار اسبوعين اسبوعين بس يا هلا فيك تعال انت المتهم صير بنصهم بنص والديك خلنا نحكي معك صار لك من 2015 ها 2015 طلعت على المانيا من كان عمرك كان عمري 16 سنه اوه وهسه التقيت باهلك
التقيت بأهلي هلا عمري 22 سنة، التقيت بأهلي بعد أكثر من 6 سنين، التقيت فيهم هلا من أسبوع نزلت على أربيل. شو اعتبر بالنسبة لك ذكرى؟ بالعيد ما رح تنسى طبعاً، طبعاً حتى ولا تنتسى الذكرى، بتضلها بالذهن بدون تخطيط. كان العيد بدون تخطيط، ما كنا متوقعين إنه حتى رح نضل بالعيد هون. سبحان الله اجت فجأة، يعني انا ما كنت مخطط ابدا انه بالعيد رح نضل اجتماع فيهم هون باربيل، حتى عيد معهم يعني بالعيد. شلون صارت هاي الصدفة كلها؟ والله صارت يعني هي عن جد صدفة، صارت فجأة خبرني صديقي اللي بتحسن تطلع على اربيل واهلك ما بيحتاجوا لفيزا، بتطلع الفيزا خلال يومين، كتير سهلة، يعني ما في اسهل منها. فوالله تواصلت مع شخص من هون، طلعت الفيز لامي وابي ولالي وحجزت دغري، حجزت الطيران واجيت لهون. اساس الوالد والوالدة شنو تعني لك هاي الصدفة؟ شفت ابنك صدفة ما بتنوصف، لقاء بعد 6 سنوات مع ولدك شيء يعني لا يصدق، صار لك سنين بل مالك شايفه، يعني تيسير رب العالمين الحمد لله شفناه بخير وسلام. شنو تعني لك؟ انا بالمطار ونزلت بالمطار عند الاستقبال وحاملة شنطة بإيدي وزوجي بعدي، عم طلع هيك ما حسيت شو عملت، أنا ما حسيت، لو وصلت عم فرجوني الفيديو إني أنا زتيت الشنطة بالأرض وركد كله عم يصوروني فيديو وركدت لعنده ركد كأني طفلة، أنا اللي ركدت لعنده، ركدت وكان لقاء يعني الكل بكي. سمحوا لي أكون نصكم وأختم الحلقة. طبعاً متابعي روداو، لو هيك عيدية بتعبيرنا لو ماكو فعلا هاي تكون أفضل وأجمل عيدية بالنسبة للآباء وبالنسبة للابن. جدا كانوا سعيدين بلقاء ابنهم بعد 6 سنين كان مسافر في ألمانيا وقرروا أن يجتمعوا بأربيل وفعلا اجتمعوا. على أمل أن ألقاكم في حلقات أخرى من جولة روداو، نستودعكم الله، إلى اللقاء، شكرا لكم.